Lesson 16, inshallah, I start to revise for you Surah Al-Mutaffifin. So listen carefully, let me memorize inshallah next time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون صدق الله.